لان بسبب هذه السيده تصالحت مع عجوزتي، تصالحت مع شيخي، تصالحت مع الواسي، تصالحت مع راجلي، تصالحت مع كل شيء. يعني كاع هذيك لي كونساي، كاع دوك لي كونساي ديالها كلهم كانوا زوينين. تو 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 كنت متلاهيه مع راجلي، كنا كنخرجوا كنضحكوا كنديروا حوايج زوينين. داو مصطفى داي ومن حقنا داي ومن حقنا نديرو داي. حنا كنوضحوا للناس اشنو واقع، لان بزاف ديال الناس اش كتقول؟ تتقول راه ملاك ونزار كانوا دايرين افلام، نزار وملاك راهم كانوا متفقين، نزار وملاك راهم دايرين لينا افلام. هادشي ما كانش افلام، راه ما كانش افلام. شتو الجيرمونيا؟ هادشي ما كانش افلام. نزار نهار خرج من الحبس خرج حاقد عليا فريمون، لان كيوصلوا لي الهضره باني ماشي خوتو ولا هادي ولا هادي. ما تكونوش غالطين، خوتو ما عمرهم وصلوا لي لا هضره لا حتى شي حاجه، لاني اكتشفت الحقيقه كلها. انا الحقيقه اكتشفتها، خوتو ما كانوا كيقولوا لي حتى شي حاجه. نزار كان كيعرف من الناس اللي تما في الحبس. دابا كاينين الناس تيدخلوا للحبس جداد وكيقولوا ليه اش كاين واش كاين واش كاين واش كاين. دونك نزار عاود ليا كلشي، عاودوا ليا. اذا باش نكمل لكم، انا جايكم نقطه بنقطه، غنشرح لكم كلشي، غتعرفوا الحقيقه، غتعرفوا فيه جميع الحقائق بدون كذوب. غير هذاك الشيء اللي تيقولوا لكم الناس ما عندكم، انا غنقول لكم الحقيقه كامله غتسمعوها. اذا هاد الناس خوتي عطيونا التكبيس، الله يسهل عليكم لما عطيونا التكبيس. انا نزار ملي خرج كان حاقد، فعلا كان حاقد. نزار كان حاقد، لان قالوا لي مرتك تطلع تحديات، تدير تحديات مع الناس، اي تحدي اي حاجه تديرها، يعني ما خلاو ما قالوا نزار. نزار حقد عادي عادي، من حقه يحقد، لاني انا مراته ماشي صاحبته، من حقه يحقد عليا عادي. اذا نزار ملي خرجت انا اش وقع؟ خرجت تلاقيت معاه، مشيت عنده الاكادير، انا كنت جايه للطاليان باسكو انا كنت دايره 5 ايام في البيي، ملي مشيت دايره غير 5 ايام غاديه باش نقضي شغالاتي، لان داري كنت خليت فيها واحد الدريه في سبيل الله، في سبيل الله خليتها. اش دارت لي؟ ناضت خربقت لي الدار كامله وخنزت لي الدار كامله، والجيران تيعيطوا لي تيتشكاو تيقولوا لي مالك دارك راه تتخرج منها واحد الريحه. واحد لقيتها في داري، لقيتها غير في الزنقه، تعاملت معاه في سبيل الله، نط حطيتها في داري ما عندهاش فين تسكن، قلت لها جلسي في داري بالما جيت انا، رجعت لي الدار حالتها حاله. جاتني لابيل، انا تنعاود لكم دابا في الصراحه، تنعاود لكم في الصراحه علاش هبطت. الو انا هبطت باش نخرجها من الدار ونقيها، وفعلا مشيت للمغرب خرجتها، بدلت السوارد ديال الدار، جبت جوج عيالات نقاو لي الدار مزيان وريحوها وقادوها وكلشي صافي. علاش يقولك الخير؟ الخير راه صعيب ديريه، صعيب باش ديري الخير، ولكن معليش. المهم خوتي اش غنقول لكم، اش نقول لكم اخوتي، احسن حاجه ما درتي ويا اختي موني، عطيتها الدار في سبيل الله، لقيتها في الزنقه، قالت لي يا اختي ما عنديش فين نسكن، وانا غير تندير الميناج وانا كندير هادي تندير هادي، بقات شيا. قلت لها عرفتي شنو؟ قلت لها انا داري غير خاويه كنجي لها مره، سيري سكني فيها، ولكن الشرط الوحيد هو تهلاي ليا في الدار، تنقيها تريحيها تشمشيها هادي وصافي، وجلسي مع راسك ما فيها حتى شي حاجه. خليتها في الدار، جيت اختي اتعيطوا لي الجيران ولاو تيقولوا لي ويلي مالك راه دارك خارج منا ريح. فاش شكيت انا قلت لك ما السيد هادشي علاش انا جيت للمغرب، قطعت البيي ومشيت تنجري للمغرب. جاتني مع الخروج ديال نزار، جاتني مع الخرجه ديال نزار، ملي شفت المهم مشيت بدلت السوارد ديال داري، قديتها عوضتها، جبت لها جوج عيالات نقاوها، خلاوها تتشمش 3 ايام وهي كتشمش. المهم انا ما بغيتش ندعي هذيك السيده، ما بغيتش ندعيها، قال لي قلت لهم ما تادي وما تلحقوا ليها، غير خليوها تعطيني التيسع تفرق معايا. هي فاش الخروج كان ديال نزار، نزار ملي هضرت معاه ما بغاش يهضر معايا باسكو كان عامر عليا. انا اش درت؟ انا كنت انا راسي قاصح، حتى راسي قاصح ملي ما بغاش يهضر معايا، قلت لا بغى يطلق يمشي يطلق صافي، رجع بحالاتي يمشي لايطاليا. اتصلت بيا واحد السيده الله يسهل عليها، الله يعاونها، الله يجيب لها حتى هي من 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 يعاونها. عيطات لي واحد السيده في التليفون، اش قالت لي؟ قالت لي شوفي ما تسمحيش فراجلك، قالت لي ما تسمحيش فراجلك،
غادي تنوضي تمشي لاكادير، راجلك مخورينو، راجلك تيحرشو فيه، راجلك تيسحروه باش يتفارق معاك. كلشي قالت لي باغينك تفارقي مع نزار، كلشي باغينك تفارقي مع نزار، حتى شي واحد ما تيبغي لك الخير حاسدينك. غادي تنوضي وتتحدي وتقاومي وتمشي عند راجلك. وعقوزتك قالت لي راه انسانه طيبه، تا عقوزتك انسانه طيبه، تعاملي معاه وبوسي لها راسها وديري لها. وفعلا السيده على راسي وعيني غتكون اعز انسانه عندي، وغتبقى انسانه طيبه عندي، وغنبقى نبغيها حياتي كامله هاد السيده. كاع هادوك لي كونساي اللي قالت لي انا بغيت ربي يفرج عليها، وبغيت ربي يعطيها شي كيما دخلات بخير، فهمتي؟ كيما ديك السيده دخلات بخيط ابيض وعطاتني دي شوز زوينين، وعطاتني دي كونساي زوينين اللي فادوني انا وراجلي. وهاد السيده ما كتسكنش المغرب، هاد السيده كتسكن في اوروبا، هاد السيده ساكنه في اوروبا، وتبارك الله عندها مشاريع في المغرب وعندها كلشي في المغرب. وقالت لي مالك انا اختك، انا نوقف معاك في كل شيء يا مالك، انتي قلبك زوين. قالت لي انتي تنشوف في لي ريزو سوسيو مي لو كور ديالك سي تري بلونش، عندك ان كور تري بلونش اي فريمون، ما كذبتش باسكو انا عندي ان كور تري بلونش، وكلشي كيعرف عليا اني عندي ان كور بلونش. قالت لي انتي واخا تعيري وتسبي، انتي داكشي عندك عفوي، كنموت عليك. قالت لي انا كنحماق عليك. ومسكينه عطاتني دي بو كونسي، ومشيت ودرت، مشيت وتصالحت مع جوزتي، تصالحت مع كلشي، تصالحت معاهم كاملين، اوكي؟ وكان كلشي ايجابي. دونك انا اش بغيت نقول لكم اخوتي، هذاك الشيء اللي شفتو انا ونزار كنا كنضاربوه، هذاك الشيء كله صحيح. راه كنا فريمون في دي بروبليم، كنا فريمون ديك دي بوكو دي بروبليم. راه ما كذبناش عليكم، ما رافقناش عليكم، ما درناش افلام عليكم. مي انا مشيت لاكادير، ملي هضرت معايا السيده مشيت لاكادير تفاهمت مع راجلي، قادينا شي حوايج، قلت له نزار غتجي عندي المارينا. كنت انا في مارينا، كنت كاريه في مارينا، جا عندي المارينا، تلاقى معايا تما الحمد لله، تلاقى معايا تما في مارينا، حطينا النقاط على الحروف. من بعد مشيت معاه للدار، تصالحت مع خالتي لطيفه، تصالحت مع عمي نور الدين، كبروا بيا يعني بحال حتى حاجه ما كاينه. جلست معاهم اونطخ، جلست معاهم، ضحكنا، نشطنا بلاتي اخوتي. شيبا سي كي هادي، المهم جلسنا معاهم، جلست معاهم، ضحكت معاهم، نشطنا اخوتي، ضحكت معاهم، جلست معاهم، خرجنا، تسامحت معاهم كاملين، صافي. وانا نجلس معاهم في الدار، جلسنا مع شي تخواش وانا جالسه معاهم في الدار، صافي. بقينا كنحوسو كنخرجو، مشينا قادين مسائلنا بلا ما نقول لكم شي حوايج اخوتي، باسكو العين حق، العين حق، العين حق. وانتوما راكم شفتوا سميتو هذيك الهضره مثلا اللي طلع بيها بدر مشي بدر، عارفنا انا ونزار كنا في مشاكل. بدر كيجيبوا ليه اخبار عوجه ملي تيكون داير لايف، بدر تي رياكتي داكشي اللي كيشوفو راه تي رياكتي عليه، من حقه قناته ديال رياكشن. مي هو كيجيبو لي الناس شي حوايج، تيقولوا لي مثلا راه لقيناها في هاد الدار، راه لقيناها في هاد الدار، راه تتهضر مع نزار، راه خارجه مع هكا، راه كدير هكا، علاش ماشي من حقنا؟ لا لا لا، كان كاع نفتح بغينا نديرو البوز، من حقنا نديروه، ولكن حنا ما درناش، حنا ما درناش، خلينا الناس البوز ديالنا والوقت نديرو البوز. حنا مشينا كنحوسو، مشينا كندورو، مشينا نزار يلا خارج من الحبس، بغيت نفوج عليه، مشينا خرجنا، ضحكنا، نشطنا، ركبنا في هذوك الطونوبيلات ديال البلعاني، يعني دوزنا واحد لي مومو زوينين، صغار وزوينين. نزار يلا خارج، محتاج لو كالم، نزار محتاج لو كالم، ما محتاجش يطلع في الشاشة تاني ويبقى يجاوب على بنادم، نزار محتاج لو كالم. هادشي علاش شفتونا قليل، ما درناش، حنا أصلا ما درناش البوز ديالنا داروه الناس أخرين داروه، حنا ما درناش. راكم شفتوني أنا ما كنديرش اللايفات، ما كنطلع حتى مع شي حد، ما تندير علاش؟ دونك الناس أخرين كانوا كيطلعوا قنواتنا، كانوا كيهضروا علينا، عليهم. الله يسهل على اي واحد، الله يسهل على اي واحد. حنا ما كناش دايرين، الله يحفظك مونيا واحلى مونيا، ما كناش حنا مسالين،
كنا حنا حنا كنا عايشين حياتنا، عايشين في داي داي، دونك ما عندناش الوقت باش